يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في الصحيفة التي يرسم فيها رسومات؟ نعم. ما رأيكم في الصحيفة التي يرسم فيها رسومات تدل على أمور الآخرة، فيها رسم للقبر وللصراط وللميزان وللجنة والنار، ثم تعلق في المساجد بدعوى أنها تذكر الناس ويستحسنها بعض أهل العلم؟ هذا منكر، هذا من المنكر. أمور الآخرة من أمور الغيب، ما تصور في ورقة ويترسم بقلم، هذا من ادعاء علم الغيب ومن أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فيجب تمزيق هذه الورقة ونصح من يعملها ويروجها. واللي ما يعظهم القرآن، الله جل وعلا يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، اللي ما يعظه القرآن ولا تعظه المواعظ، وإنما يتعظ إذا جبت له رقة مرسوما فيها أشياء يعني تصور فيها أمور الآخرة وأمور الغيب، فهذا من القول على الله بغير علم، ومن التلاعب في أمور الدين، لا يجوز هذا. نعم.